مرحبا، هيدا فيديو سريع بس لنعرف كيف فينا ندخل على تيمز من الاس ام اس او الايجز. اول شي بتكونوا محضرين تيمز عندكم وعاملين لوج ان باسم ابنكم او بنتكم ومنزلين الابليكيشن على الكمبيوتر مثل هيك، ويكون كل شي جاهز. طبعا التيمز بتتركوه مفتوح، بتروحوا على جوجل كروم او الاكسبلورر. انا حاطة بين للاي اي كي فور اكزامبل، يعني عملت لون بين عندي على بوكمارك، اتس بوكماركت ومعمول لوج ان لماي سان اوريدي، وحطيت له كل شيء جاهز. ماشي، جست وانس انكم بتدخلوا تروحوا على البروفايل، بعدين بس يعمل لودينج بنروح على اتندنس. بالاتندنس حنلاقي بقلبه التايم تيبل. التايم تيبل هو جاهز وكل شيء، everything is ready، بس ما فيكم تفوتوا على الكلاس قبل ما التيتشر تكون فايتة عليه. So for example أنا الماثماتكس هلا التيتشر فايتة عليه already، so كرمال هيك ظاهر عندي join meeting. بنصحكم تفوتوا قبل بدقيقتين على وقت الليسن تعولكم وتكبسوا على join meeting. Once انكم كبستوا على join meeting بدكم تحطوا open in Microsoft Teams. بتحطوا على Microsoft Teams after you open this، يعني بياخدكم دغري على تيمز، بس ممكن يعطيكم ايرور صغير. هلا مثل هيدا الايرور unable to join، شو بنعمل؟ close it عادي وبعدين click on join again here and then you will be able to join. okay، so ان شاء الله تكونوا استفدتوا، بس ما تنسوا انه تعملوا الكاميرا on وmute your microphone. mute microphone، camera on، join meeting. Thank you so much. See you tomorrow, everybody.